تحت رعاية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، أقيم حفل ختام المسابقة التي نظمتها المحافظة بمرفأ البديع بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني المجيد، وذلك تحت شعار قائد وشعب أفراح تجمعنا. وأكد المحافظ على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إحياء الموروث وتعزيز المواطنة وقيم الولاء والانتماء، حيث تهدف المحافظة إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع في أفراح الوطن. هذا وشارك في الفعالية 32 قارب صيد يمثلون مختلف مدن وقرى المحافظة الشمالية. واشتمل البرنامج على إقامة مسابقة لأكبر سمكة يتم اصطيادها من قبل الصيادين، ومعرض لبيع الأسماك وصيد المتنافسين في المسابقة.